وإذا ممكن نحكي على النقطة الأخيرة، لأنك تذكرت فيه كمان نقطتين، حكيت عن معمودية الروح القدس، إيش النقطة الأخيرة؟ النقطة الأخيرة هو يوم الكرازة والانضمام لعضوية الكنيسة. ما الرسل كانوا خايفين يأسس نظام، وده شيء طبيعي، كانوا قاعدين في العلية خايفين ومرعوبين والأبواب مغلقة، يعني يمكن حاطين ترابيزات وكراسي وورا البيبان، عشان كده يسوع أتى إليهم والأبواب مغلقة، كانوا خايفين. بطرس أنكر، توما شك، حتى كلهم شكوا فيه لما ظهر لهم، لكن بمجيء الروح القدس، الروح القدس عطى للتلاميذ اللي خايفين، الجبناء اللي العالم كله ضدهم، الإمبراطورية الرومانية ضدهم، اللي اليهود بيضطهدوهم، اللي اتحرموا من لقمة العيش، اللي اتطردوا من بيوتهم، اللي كانوا يا إما يقولوا قيصر رب يا إما يتحكموا، اللي أعطوا للأسود، اللي أضاء بهم نيرون روما بأجسادهم وولع فيها. الرب عطى جرأة للكنيسة، عشان كده وقف بطرس اللي أنكر المسيح وقال أنا معرفوش وجدف، وقف بطرس وقال لهم إن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم هذا أقامه الله. أشكرك يا رب من كل القلب. فده كان يوم الكرازة بيسوع المسيح، يوم الشهادة ليسوع المقام، ويوم الانضمام لعضوية الكنيسة. لما سمع اليهود كلام بطرس واللي أكد فيه إن النبوات اللي جت عن المسيح في العهد القديم، لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، وشاف إن الكلمات، اليهود شافوا إن الكلمات دي تنطبق على شخص الرب يسوع نفسه، وكلمات يوئيل، كلمات حزقيال، كلمات إشعياء، كلمات الكتاب المقدس كله اللي بتتكلم عن الرب يسوع، عن قيامته وعن مجيء الروح القدس، قال البطرس ماذا نفعل أيها الرجال، ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، نخلص بقلوبهم. بطرس قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم فتقبلوا فتنالوا غفران الخطايا وعطية الروح القدس. وهنا نبص نلاقي الرب يسوع بالروح القدس بيعمل في قلب الناس، مش بالباع ولا الدراع ولا بالقوة، لا لا لا، نخلص بقلوبهم، يقول لنا الكتاب وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس اعتمدوا. وكان ده أول انضمام لعضوية الكنيسة بعد قيامة المسيح في يوم 50، 3000 نفس. زي ما دايما بنقول يا أسيس نزار، ممكن 3000 عظة ما تربحش واحد للمسيح، لكن بطرس في عظة واحدة ربح 3000، والفرق الكبير هو الروح القدس اللي صنع من بطرس الرعديد بطرس الصنديد اللي بيشهد لشخص الرب يسوع، هو يوم الانضمام لعضوية الكنيسة.